ناس مدريد، مشجعين مدريد، الاخوان ديالنا جبتكم واحد الببغاء اللهم بارك، اللي اللون ديالو برساوي اللهم بارك، ولكن القلب ديالو واش مدريدي ولا برساوي؟ هادشي هذا ما نقدرش نتدخل معاكم الاخوان ديالنا. سقسيوه هو واش مدريدي ولا برساوي، ها واش مدريدي ولا برساوي، او عايد عرب التكيته ديال البارسا كيف ما كتشوفوا معانا. معانا ببغاء الاكليكتوس، وكذلك معكم اخوكم مصعب فلوكينغ باروت. الاخوان ديالنا حصلت على هذا الببغاء الاكليكتوس، هذا من انواع الببغاوات الناطقه. الاخوان ديالنا العمر ديالو تقريبا يعني تكون في العمر ديالو شي 5 اشهر ولا 6 اشهر، مواليد 2023، فرق ديال هذا العام اللهم بارك. يلا بدا كيوالف عليا، كاين بعض انواع الببغاء اللي انا خصها تهضر معاك شي الوقت وتوالف عليك. دابا يلا هضر معايا واحد 10 ايام ولا اسبوع، يلا بدا كيتوالف معايا ولا كيطلع لي في اليد اللهم بارك. المهم هو غادي كيتوالف، وكان توالفوا انا وياه كيف ما كتشوفوا. والله الا يديها هي الصباغه، شوف يدي عمره الصباغه والصباغه وضارب يدي هنايا. انا كنت كنصباغ هذه، قلت علاش ما نديرش شي فيديو وعلاش اللي ما نوريكمش هذا البيروكي هذا اللهم بارك الجميل ما شاء الله سبحان الخالق اللهم بارك. الله سبحانه وتعالى يعني كنتاملوا بزاف في الخلق ديالو اللهم بارك. شوفوا الظهر ديالو فيه شي شرطات خضرين، ان الانثى ما كيكونش فيها الشراطي خضرين، هذه كتكون بحال نقول لكم شويه فيها واحد النغزه ديال الميتاسيون، لان الذكر هو اللي كيكون اللون ديالو اخضر والجناح ديالو فيه الازرق، والديل ديالو كذلك يكون اخضر وفيه بعض شويه الزرقيه خفيفه، ولكن الانثى كتكون في هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا معنا. المهم الاخوان ديالنا حتى لهنايا كنظن ان الحلقه ديالنا سالت، وان المقطع يكون نال اعجابكم، وما تبخلوش علينا، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، خليونا شي لايك الاخوان ديالنا، وحفظوا الفيديو عندكم لان غادي تحتاجوه من بعد ان شاء الله، وغادي تبغيو تعرفوا شنو هو هذا الببغاء وكيفاش كيتعرف الذكر من الانثى والى اخره. المهم الاخوان ديالنا بغيت نهضر لكم على هذا النوع هذا، على الطبيعه ديالو، على انه كيفاش يعني كيقدر يحفظ، واش ساهل في الحفظ واش صعيب، شنو هما العدد الكلمات اللي كيقدر يهز، طريقه النطق، واش عنده نطق متعدد ولا عنده صوت واحد موحد بين ببغاوات الاكليكتوس. المهم بزاف ديال الحوايج بغيتونا نتكلموا عليهم، ما عليكم والو، ما عليكم غير تقولوا لنا في كومونتير هضر لينا على الاكليكتوس. والاخوان ديالنا اللي بغا نهضروا على شي ببغاء يلاه في هذا الكومونتير هذا الاخوان ديالنا، بغيت نهضر لكم على شي بيروكي مرحبا نتكلموا لكم عليهم. كنتمنى ان الشرح يكون نال اعجابكم ان شاء الله، خلي لي ودن في الثقه. ما عرفتش انا بعد البيروكيات هذه باقي ما عيت ما نبحث عليها، علاش البيروكيات كيحماقوا على الودن يلعبوا بها ما فهمتش، شي واحد يخلي في كومونتير السبب. الاخوان ديالنا كان معكم اخوكم مصعب فلوكينغ باروت، كيف العاده الاخوان ديالنا كنحاولوا نجيبوا لكم جديد ونحاولوا نخليكم تستافدوا ونعطيكم معلومات صحيحه ماشي ضاله. الاخوان ديالنا كنعطيكم معلومات ماشي كنجيبوها من جوجل ولا كيعطيها لنا شي واحد، لا، معلومات الاخوان ديالنا اللي حنا كنعيشوها مع ديك الطائر سنين هذه، وكنحاولوا شاركوها معكم وكذلك علاش باش ما تحصلش من بعد. تحيه لكم، وخلي الفيديو عمل له الحفظ.